مساء الخير يا تاني، كيفكم يا حلوين اليوم؟ اليوم حبايبي إن شاء الله رح نستكمل في شرح مادتنا التربية الإسلامية، واليوم إن شاء الله رح ناخذ آخر درس من مادتنا ونختمها بإذن الله. رح ناخذ درس بعنوان سورة المسد، اليوم الأربعاء التاريخ 19/5/2021، رقم الصفحة 56. قبل ما نبدأ في درسنا وناخذ عن سورتنا ونفهم شو المقصود فيها، رح أستذكر معكم أهم الأشياء اللي سبق أخذناها في درسنا الماضي. المرة الماضية يا زنزون الحلوة، إيش كان عنوان درسنا؟ إيش كان بيحكي درسنا؟ إماطة. ماتت إيش هذا؟ عن ماذا؟ إماطة الأب. إماطة عن إيش بنصير الإماطة؟ طريق. طريق، أحسنتي، ممتازة، رائعة. يلا يا فروحة، نرجع نيوت زنزونة. فروحة الحلوة، بيا. حكينا درسنا كان بيتحدث عن إماطة الأذى عن الطريق. حكينا في إحنا آداب بحثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لازم نعملها حتى نزيل الأذى. الأذى يعني أي إشي بيأذي الناس. أعطيني آداب من أشياء لازم ما نعملها حتى الأشياء اللي بتأذي الناس. يعني شو في أشياء أنت لازم ما تعمليها عشان الناس ما تنأذى؟ زي مثلا إيش اعمل؟ زي إنه مش إشي غلط، يعني زي إنه مش إحنا بالسيارة ونجيب إشي الوسخ اللي أكلناه ونحطه برا. برافو، لازم ما نرمي الأوساخ من نافذة السيارة، أحسنتي. هذا الإشي فيه أذى للناس، رائع يا فروحة، يكفي. يلا عمورة، أعطيني أدب آخر من آداب الطريق. نعم ناس، أعطيني أدب آخر لازم نراعيه في الطريق. ممنوع نضرب الناس لما يجوا عنا. برافو، لازم ما نضرب الناس. ما انتوا عم تعطوني من عندكم، يعني برافو، ممتازين، شطورين. اذا لازم ما نضرب الناس. ايضا ايش حكينا يا سعد؟ لازم ايش ما نعمل؟ استنى اشيل الميوت عنا. سوري سوري، عملت لك ميوت، اسفه، ارجع مره ثانيه. شيء عدم الجلوس بالطرقات وتجنب اللعب في الطريق. احسنت، لازم ما نجلس في الطريق حتى ما نعيق الطريق للمشاة اللي بيمشوا في الطريق او في الشارع. ايضا لازم نتجنب ان نلعب في الطريق، لانه هذا الشيء بيكون خطر على عن نفوسنا احنا، ومنه كمان منعيق سير المشاة اللي بيكونوا ماشيين في الطريق. طبعا حكينا رسولنا حثنا انه لازم نعمل ازاله الاذى عن الطريق لاسباب عده، لان هذا العمل يرضي مين يا احمد؟ اذا انت عملت على ازاله الاذى عن الطريق رح يرضي مين؟ مين رح يكون راضي عنك؟ يرضي الناس، ممتاز. ايضا اهم شيء يا سعد، ايش بيرضي؟ خلص يا احمد، يكفي اجابه واحده. يرضي، اجابه واحده، يرضي الله تعالى. احسنت، اعطيني كمان. طب هلا اذا انت ازلت الطريق رح تاخذ حسنات واجر. ويرضي رسول الله. احسنت، رائع سعد، ممتاز، بطل متميز، احسنت، شكرا كثير لك يا بطل. اذا حكينا المره الماضيه عن درس اماطه الاذى، حكينا في اداب لازم نراعيها، حكينا اذا احنا عملنا على ازاله الاذى عن الطريق للناس اللي بتكون ماشيه رح ناخذ ثواب واجر كبير من عند ربنا، والله سبحانه وتعالى رح يكون راضي علينا. هلا هاي بعض الاشياء اللي حكيناها وتحدثنا عنها في حصتنا اللي بتحثنا، كان درسنا انه لازم نعمل على ازاله الاذى عن الطريق. هلا اللي رح نبدا ان شاء الله في درسنا في عنوان سوره المسد، صفحه رقم 56. بدايه رح نسمع سماعي سوره المسد، رح يكررها معه، انتوا بتعيدوا حتى وانتوا عاملين ميوت، اوكي؟ بدي اشوف تمكم عم بيتحرك. يلا نركز يا تاني. طبعا الفيديو اوريدي مش من اليوتيوب، الفيديو موجود فما رح اعتقد انه يكسر، فعيدوا معه، بدي اشوف تمكم بيتحرك. نسمع حبايبي قراءة سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. أركتمك. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعيد. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل. صدق الله العظيم. بعد ما سمعنا قراءة سورة المسد، زميلتكم سألتني شو يعني المسد؟ المسد يا زنزون هو عبارة عن حبل مفتول من الليف. هلأ رح أفرجيكي شو كيف يعني حبل الليف أو كيف يعني مفتول. رح أعرض لكم صورة يا تاني عن حبل الليف اللي هي بتتحدث أصلاً سورتنا عنه. هذا هو حبل من الليف، لاحظوا كيف كم الحبل كتير عريض وجاي من حبل الخشبة كتير قوي وسميك، تمام؟ هذا هو حبل أو المسد اللي لما حكالنا في الصورة في جيدها حبل من مسد، هذا هو حبل الليف اللي يقصد في هذه الآية. خلونا نسمع تفسير سورة المسد. هلا بيطلع صوت ما تخافوا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. تبت يدا أبي لهب وتب. اسمع أول سورة. أبو لهب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أبو لهب رجلا شريرا وكان يؤذي الرسول ويسبه. غضب الله تعالى على أبي لهب وأنزل هذه الآية، ومعناها بأن أبا لهب خسر ولم يربح لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما أغنى عنه ماله وما كسب. لن ينفع أبا لهب ماله ولا منصبه ولن يعفيه من عذاب الله. سيصلى نارا ذات لهب. سيعذب الله أبا لهب بالنار الحامية يوم القيامة. وامرأته حمالة الحطب. وزوجة أبي لهب كذلك كانت امرأة سيئة تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم وتمشي بالنميمة ضده، وكانت ترمي القاذورات عند بيته. في جيدها حبل من مسد. أبو لهب ومرته. سيعاقبها الله يوم القيامة بأن تشد في حبل إلى النار. الحبل وحبل. نتعلم من سورة المسد أن نتحلى بالأخلاق الحميدة ونصبر على الأذى من الناس كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما سمعنا تفسير سورة المسد رح أرجع أعيد لكم إياها بصورة مبسطة أكثر. سورتنا عن شو بتتحدث؟ أول شيء الثاني، سورة المسد هي سورة مكية نزلت في مكة المكرمة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسبب نزول هاي السورة
بينت لنا قد ايه ابو لهب وامرأته كانوا بيعذبوا وبيعملوا ايذاء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهيك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حكى لهم النتيجة للاعمال اللي انتم قمتوا فيها وايذائكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم رح يكون مصيركم الهلاك والخسران، رح تدخلوا نار جهنم بسبب الاشياء اللي انتم عملتوها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، أي إنه أبو لهب رغم إنه الأشياء اللي عملها مع رسولنا مع محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا الإشي ما استفاد منه غير إنه خسر، وربنا سبحانه وتعالى عاقبه ودخله في نار جهنم. الآية الثانية قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. المال الموجود عند أبو لهب هذا الإشي ما بيغنيك أو ما بيخليك تنفذ من العقاب اللي ربنا سبحانه وتعالى رح يعاقبك عليه نتيجة للإيذاء واللي عملته لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قوله تعالى الآية اللي وراها: سيصلى نارا ذات لهب، رح يكون مصيره نار حامية ويتعذب نتيجة لكل إشي عمله مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى الآية اللي بعدها: وامرأته حمالة الحطب، حتى مرته كانت بتشارك أبو لهب في أذية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت دائما تأذيه، كانت دائما تضربه، كانت دائما ترمي النفايات والأوساخ والهال أمام بيته، ما كانت تحترمه، كانت دائما تأذيه، ترمي الأوساخ قدام بيته، فهذا الإشي أيضا مرته راح تعاقب عليه نتيجة أذيتها لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد، أي الحبل القوي من الليف رح تعاقب ورح يسحبها بهذا رسولنا الله سبحانه وتعالى رح يعاقبها يربطها في هذا الحبل ويسحبها ويدخلها في نار جهنم نتيجة لأذيتها لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هاي كانت تفسير لسورة المسد اللي رح عنوان درسنا لليوم. طبعا مهم تعرفوا شو مقصود في معاني الكلمات. تبت يدا أبي لهب أي هلك وخسر، جيدها أي عنقها، الحبل حكينا رح يربطها بعنقها رح يسحبها ويدخلها نار جهنم نتيجة للتصرفات الخاطئة اللي كانت تعملها مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبل من مسد أي حبل قوي من ليف، سبق فرجت لكم وعرضت لكم كيف شكل حبل الليف والحبل اللي رح تعاقب فيه امرأة أبو لهب. طبعا مهم تحفظوا السورة غيبا مع المعاني، أوكي؟ غيبا تحفظوها، بتصوروا فيديو معكم للأسبوع القادم إنكم ترسلوا التسميع، تمام؟ هلأ رح نفتح كتابنا على صفحة 57. في عنا هون بقولنا: أفهم يبين الله تعالى أن أبا لهب وزوجته يستحقان الهلاك والخسران لشدة إيذائهما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه هون هاي مهمة جدا تعرفوها، لأنه إذا إجاكم سؤال في الامتحان شو سبب هلاك أو عذاب أبو لهب وزوجته؟ بسبب شدة إيذائهما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مهم جدا الكل يكتب لي عندها إنها مهم، الكل يكتب عند هدول الفقرتين إنه مهم جدا جدا، كلمة مهم تنكتب للامتحان. اللي كتب طبعا بيبعت لي الاستيكر لايك عشان اعرف انه كتب وانهى كتابه. ممتازه فرح، ممتازه سعد، زينه، عمر. خلصت عمر؟ تفضل تفضل لا تعصب. بس ايش اسمه؟ شو نكتب؟ كلمه مهم عند هذه الفقره. مهم. بس تخلص عمر بعت لي اللايك. أوكي ما شاء الله بسرعة كتبت. طيب في عنا هون نشاط بقولنا أردد مع مجموعتي السورة الكريمة السابقة. مطلوب منكم لو إنكم تحفظوا سورة المسد غيبا وترددوها دائما. في منكم طبعا ما شاء الله حافظها ومتمكن فيها ما رح تغلب في قراءتها. في عنا هون نشاط ختامي بقولنا أعبر عن حبي للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعبارة واحدة وأكتبها في الفراغ. فرح، لو إجاكي هذا السؤال وطلبت منك إنك تعبري عن حبك لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، شو ممكن تكتبي؟ مثلا نحكي
نحبك يا رسول الله، أو ممكن نحكي كمان نكثر من الصلاة عليه. إن أحبك يا رسول الله. ممتازة، نسمع سعد. ممتازة فالروحة الحلوة. يلا سعد تفضل. قدوة رسول الله لا يؤذي أحدا. برافو، قدوة رسول الله، ممتاز، عبارات حلوة. طبعا إلكم الحرية الكاملة إنكم تكتبوا أي جملة. خلونا نكتب إشي مهم اللي هو الإكثار من الصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الكل يكتب هذه العبارة. طبعا إلكم حرية كمان إنكم تضيفوا عبارات إنتم بدكم إياها، تمام؟ كنت تحكي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتي في الحياة، برجع لكم، تمام؟ هذا السؤال إلكم المفروض، بس أنا حبيت أكتب لكم هاي المعلومة. دائما لما تسمعوا اسم رسولنا محمد دائما بتحكوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أو عليه أفضل الصلاة والسلام، تمام؟ أوكي؟ اللي خلص طبعا كتابة حبايبي بيبعت لي إذا ممكن الاستيكر لايك. زنزونة تفضلي يا حلوة، تفضلي تفضلي تعصفيش. يلا هذا الأر والإد، هاي الراء، حرف الراء، الإكثار، حرف الراء، هذا الإكثار من الصلاة على رسولنا، هذا كمان حرف الراء، محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ تمام، يلا اكتبي. يلا حبايبي اللي يخلص كتابه بيبعت لي إذا ممكن الستيكر لايك. طبعا سعد ممتاز، بطل سعد دكتور. ممتازة فالروحة الحلوة، رائعة هي وسعد. ممتاز عمر، أحسنت، رائع ناس. يلا زنزون الحلوة، تفضلي فالروحة حبيبتي ناس، احكي ليش عيونها، احكي تفضلي. بس احنا بنحب انه هيك لانها مش صغيره، هاي ما بتصلح اسوي لك اياها لانه صغيره كثير. كثير صغيره، كثير سهله وكثير بسيطه. بس المساله بصورها بفيديو واحد، الهاي والمعاني. افضل افضل انكم تصوروها بفيديو واحد، مش كل شوي فيديو فيديو. بحبش فيديوهين لان الفيديوهين بتتبع. فعلا. يلا زنزونة الحلوة، وين صرتي زنزونة؟ احكي لي وين صرتي؟ يعني هدول محمد حكيتين محمد عن... يلا ممتازة، نعم فرحة، احكي فرح. بس هاي صفحة وبعدين رح نكمل. ايوه بس هاي الصفحة وبعدين رح نكمل. بعد ما الكل انهى كتابة اجابة السؤال هذا، طبعا حكيت لكم إنه لكم حرية الاختيار إنكم تضيفوا كمان عبارات إذا حابين. خلونا حبايبي هلأ ننتقل لصفحة 58، حل أسئلة الدرس المتعلقة فيه في سورة المسد. بقولنا أملأوا الفراغ بكتابة المعنى الصحيح لهدول المعاني. أول وحدة، تبت يدا أبي لهب، ما معناها يا سعد؟ شو يعني تبت يدا أبي لهب؟ هلك وخسر. برافو، هلك وخسر، أحسنت، ممتاز يا سعد، بطل. اللي وراها يا فروحة، شو حكينا معنى حبل من مسد؟ حبل من مسد، شو يعني حبل؟ حبل قوي من ليف. أحسنتي، حبل قوي من ليف، رائعة يا فروحة، ممتازة ممتازة يا حلوة. يلا يا زنزون الحلوة، حكينا استحق أبا لهب وزوجته الهلاك والخسران بسبب إيش؟ الله سبحانه وتعالى عاقبهم، إيش كانوا يعملوا؟ مين كانوا يأذوا؟ نعم؟ مين كانوا يأذوا؟ مين كانوا دائما يعذبوا ويأذوا ويرموا الأوساخ على منزله؟ مين هو؟ الله.
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الله سبحانه وتعالى عاقب أبا لهب وزوجته بسبب إيذائهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نكتب حبايبي إجابة هذا السؤال الثاني. طبعا هون مطلوب منكم إنكم تحفظوا صورة المسد وتتلوها أمام معلمي وزملائي. لو كنا بالصف كان بخليكم عندكم بالصف إنكم تحكوها، بس هلا إحنا بنكتب في الفيديوهات إنكم تصوروا التسميع. رح نرجع نسمع هلا مرة تانية قراءة سورة المسد، وبدي اياكم تعيدوا، بدي اشوف الكل بيحرك في تمه، تمام؟ ممتاز سعد، يلا زنزونة الحلوة، فرح العسولة، عمر الحلو، يلا اسرع يا حلوين. عشان نسمع سورة المسد مرة ثانية. ممتاز عمورة البطل، أحسنت، رائع. يلا فروحة الحلوة وزنزونة، يلا يا حلوات، يلا يا أمورات. ممتازة فروحة الحلوة، زنزونة الحلوة، ممتازة، رائعة. هلأ حبايبي نركز، رح أشغل لكم فيديو قراءة لسورة المسد. نسمع المرة الأخيرة سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سمعنا قراءة سورة المسد للمرة الأخيرة، وكلكم ما شاء الله عليكم عدتوا مع الشيخ بقراءة سورة المسد، أبدعتوا. طبعا هيك يا حلوين بتكون انتهت حصتنا لليوم، وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة ختم مادتنا التربية الإسلامية. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بشوفكم في حصة القادمة.